وده بيحصل هناك؟ طبعا ده ايه ده؟ ما اجيب لكم اتنين ليمون احسن. انت ايه اللي جابك هنا؟ في يا شريف مالك؟ استني انت ثانيه واحده، رد عليا وما تبرقليش. ايه اللي جابك هنا؟ انتوا رجعتوا بعض امتى يا رولا؟ وانت مالك، احنا رجعنا لبعض امتى؟ ده انت عيل سخيف قوي. رولا انا همشي، سلام. في داهيه، مع السلامه يا سيدي. في يا شريف مالك؟ فين الواد ده؟ لا تقعدي معاه ولا تتكلمي معاه ولا ليك علاقه بيه تاني. طب لو سمحت يا شريف اهدى وبطل تفرج علينا الناس، لو سمحت اقعد. لا مش هقعد، ولا لو قعدت اتفرج عليك الناس اصلا. معلش اقعد عشان خاطري انا هفهمك. اقعد بقى. انا قلت لك ان انا قاعده معاه قعده شغل. انت ايه اللي مضايقك قوي كده؟ في ايه؟ يعني هو ما حكالكيش؟ حكالي ايه؟ فاكره الولد اللي انا قلت لك انه كان مصاحب ايه؟ ما تقولش انه اياد. هو زفت. طب وحتى لو ده حقيقي، انت ايه اللي مضايقك قوي كده ومعصبك؟ انت مش قلت انك نسيتها؟ اه انا نسيتها هي، لكن ما نسيتوش هو. وبعدين في الاخر ادخل عليكم انتوا الاثنين قاعدين تتكلموا وترغوا وعمالين هي هي، ايه الجو ده؟ انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انا مش سامع، انا بقول ايه ومش عايز اسمع اصلا انت بتقول ايه كمان. انا قايم مروح. عندك حق، امشي، بس ما تضحكش على نفسك، انت لسه ما نسيتش اي حتى بعد ما ماتت.